لكم عن المربية حياة في جمعية أيادي الخير تنقري الوليدات ديال التعليم الأولي عفوا اللغة العربية. أستاذة، طبعا في الحجر الصحي أكيد عانيتم من بعض المشاكل، إذا كان ممكن تعاودي لنا بالضبط شنو من نوع المعاناة اللي عانيتم مع الأطفال اللي كنتوا كتدرسوهم عن بعد؟ الأطفال كنا المشكل الوحيد اللي لقيناه هو أن في الأول كانت عندنا يعني كفاءة كبيرة مع الوليدات، يعني كان عندنا كم بزاف كنا في الأول في ديك الشهر الأول. من بعد بدات كتقلص الكميه ديال الوليدات، ما بقاوش، لان المشكل اكتشفنا بانه من كاين الله يحسن العوان اللي ما عندوش امكانيات باش يوفر لذاك الطفل، يعني الانترنت يوميا، راحنا يوميا تنخدموا. نعم الله يحسن العوان، كاين اللي ما عندوش باش يدير ديك التعبئه، يعني ماشي كلشي عنده موفره ليه الظروف ديال الانترنت في الدار، وهذا هذا هو المشكل اللي لقينا حنايا مع هاد الوليدات. يعني انتم درتوا المجهودات ديالكم، ولكن للاسف المشكل كان هو الانترنت. يعني الا تكررت الله يسر الجائحه ديال كورونا والحجر الصحي، شنو اول الطلبات اللي طلبوها؟ نطلبوا الله السلامه، ولكن الا تكررت يعني هذه المساله ديال الحجر الصحي وغادي يبقى التعليم هكا عن بعد، نتمنوا من الدوله انها توفر هذا الانترنت تكون بالمجان، يعني باش كلشي يستافد. نعم. السلام عليكم، معكم لبنى عبيد، مربية اللغة الفرنسية في روض أيادي الخير. التجربة اللي بغيت نتكلم عليها هي التعليم عن بعد، اللي كنا حنايا أول يعني روض سباق لهاد القضية هادي، على أساس أن الوليدات ديال لاغروند اللي قراو عندنا هاد العام لاغروند ما بغيناهمش يضيعوا، بغينا نكملوا معاهم بروغرام إن شاء الله، على اساس انهم عندهم العام الجاي التحضيري، فما بغيناهمش يطلعوا ناقصين شويه. كانت يعني زعما استعداد قوي بالنسبه للاباء، رحبوا بالفكره، وقلت على ان الاباء كانوا مرحبين بالفكره وكانوا كيساعدوا الوليدات زعما بزاف باش توفر الظروف الكامله باش الحصه تدوز مزيان. ولكن من بعد المشاكل اللي كنا كنلقاو، ان بين المشاكل اللي لقينا هو ان الانترنت ما كتوفرش لجميع الاطفال في البيوت، ومن بين المشاكل ان الانترنت ما توفرتش لينا حتى حنايا كاستاذات، يعني كنديروها من مالنا الخاص بحكم ان هذه تخوام هو ما تخلصناش من الجمعيه، لحقاش حتى الجمعيه كان المورد الوحيد ديالها هما ديك الوليدات. نعم. يعني اننا مادام توقفوا الوليدات على الدراسه فما كاينش مورد، دونك ما تخلصناش، والانترنت كانت من مالنا الخاص، كنا بعض المرات كنقترضوا باش نديروها. فهذه من بين المشاكل اللي لقينا في هذا سميتو، وما بغيناش نحبسوا الدروس على الوليدات، يعني كنبذلوا مجهودات كبيره انا والاستاذه باش كن نستمروا في الدروس مع الوليدات، باش ان شاء الله يكون مردود احسن. تبارك الله عليك استاذه، وكنحييكم على هذه المجهودات الجباره اللي قمتوا بها، تحيه لكم، تحيه كبيره. شكرا. انا ربيعه الفضالي، مرافقه ديال الدراري الصغار في روض أيادي الخير. نعم. اولا كنشكرك اللي جيتي عندنا قناه عبير، كنشكرك بزاف اللي جيتي تشوفي العناء ديالنا اللي كنعانيو في هذا الروض، كنشكرك بزاف رميد فيت، وكنشكر الاستاذات كلهم على هذا المجهود ديالهم اللي قاموا به، وحنا يد وحده. تبارك الله عليكم.